كلمة أخيرة تحب توجهها لجمهور النادي الأهلي والفرقتنا كمان فرقة النادي الأهلي، تحب تقول لهم إيه؟ يعني هما كلم دقيقتين بالظبط، مرة تانية وثالثة وعشرة بنقول مبروك نمرة واحد لجمهور النادي الأهلي، هو السبب الرئيسي في الانتصارات والبطولات بتاعت النادي الأهلي. طبعا في اجتهاد وتعب من كل المنظومة زي ما قلنا، لعيبة ومدربين وأجهزة ومجلس إدارة، ولكن يبقى الجمهور هو نمرة واحد. بقول لهم ألف ألف مبروك، وبقول لهم شكرا على الفترة التسع سنين اللي أنا عدتهم. برضو دايما ببقى حريص أن أنا أشكر الناس دي وقفت في ظهري أول ما جيت النادي الأهلي لحد اليوم اللي بطلت فيه، بقول لهم شكرا وأجملكم على راسي. بقول لهم إن شاء الله ربنا يوفق النادي الأهلي في البطولة الأهم بإذن الله الشهر اللي جاي إن شاء الله، ومباراته قدام الوداد، وبعد كده المباراة النهائية بإذن الله، ويكون لي حظ في البطولة التاسعة السنة دي. مبروك لكل المنظومة طبعا الكروية، طبعا كل الناس بنقول لهم في النادي الأهلي ألف ألف مبروك، من أول مجلس الإدارة حد ما قلنا لحد أصغر عامل، كل الناس بيبقى ليها دور، والحمد لله التعب دايما ما بيجيش على الفاضي، وده النادي الأهلي اللي معودنا على البطولات. البطولة 42 إن شاء الله يبقى 43 و44 ويبقى دايما النادي الأهلي في البطولات. كلمة أخيرة عايز أقولها، مبروك طبعا عليكم البرنامج، مبروك على التجديدات اللي شهدتها القناة، مبروك على الجهد اللي بيقوم به إيهاب الخطيب رئيس القناة اللي أنا بعتبره أخويا الكبير وصاحبي. أنا يعني إيهاب يعني من الناس اللي تربطني بيهم علاقة كويسة جدا، بقول له يعني شغلك باين. التجديدات كلها راحت في حتة تانية خالص، القناة بقى ليها شكل مختلف، ونتمنى أنها دايما تتطور من الأحسن للأحسن. مبروك عليكم كلكم وعلى جمهور النادي الأهلي، وإن شاء الله مزيد من التفضل. انت نورتنا بجد يا مبروك. بركات، وإحنا كنا سعداء طبعا مع النجم الكبير محمد بركات مع شوق الجماهير الأهلوية، وعلى المستوى الشخصي طبعا أنا سعيد جدا جدا تكون موجود معنا، وبتمنى بتمنى إن شاء الله بإذن الله مشوار نجاح لمحمد بركات إن شاء الله. منتخب مصر إن شاء الله تسعدنا زي ما كنت بتسعدنا مع النادي الأهلي ومع الله. منتخب مصر إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله. شكرا نورتنا وأسعدتنا. شكرا نورتنا يا سام، ومبسوط إن أنا كنت معاك. ميرسي على حضورك، إن شاء الله ميرسي على حضورك. دي كانت ليلة خاصة في البيت الكبير، نتمنى إن أنتوا نكون أسعدناكم النهاردة في الليلة الخاصة دي. بكرة إن شاء الله يتجدد الموعد في البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على ألف خير، وتصبحوا على انتصارات في البيت الكبير.